صراعات داخل البرلمان، صحون البرلمان على الطاولة وصحون الشعب خارج البرلمان. إذن هم يعديون 10 سنوات، الثورة ساعة ما قامتش على الناس اللي جاوا من برا وقالوا هنا نحن أصحاب الثورة، قامت على الشباب العاطل، جاوا استغلوها ركبوا على الشعب التونسي. الغلطة فيه أنه وقعت مغالطته، لأنه هذوما ناس جاوا باش يحقوا ما يطلبه الشعب المهمش، وإذا بها ما حقوا له حتى شيء. جاوا باش يغرفوا، نقول بصراحة كل شيء تعدى، رواه كل شيء تعدى. جاوا باش يغرفوا يعوضوا اللي سموه هما سنوات الجمر، عوضوهم بأيام بأعوام العسل والتمر، ولتو ما كفاش وباقي يغرفوا وباقي يغرفوا وباقي يغرفوا، والشعب قاعد مهم. بن علي ما كانش يمس في 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 قوت الزوال، اللي باش يتكلم يقول بن علي كان سارق وجماعته كان سارق، حتى كان سرق ما سرقكش انت يا زوال، كانت الزيادات على حسب الاجور والزيادات على حسب المعيشه، كانت بتقدير. ما فم حتى شيء كان يعجز عليه المواطن، وبالتالي ما عندهم حتى شو. اذا كان تكلموا على بن علي قولوا هاتوا شنو عملتوا خير من بن علي، تو نسكتوا. ما عملتوا حتى شيء خير من بن علي، وبالتالي تسكتوا. مش اللي هذا يتهموا انت كنت زلم بن علي، من ازلام بن علي، كنت تصفق البن علي، 12 مليون كانوا يصفقوا البن علي، وانت منهم في البرلمان 90% كنتوا تصفقوا البن علي. شكون ما كانش يصفق البن علي؟ لكن اعطيني شنو هو الخير من بن علي تنولي نصفق لك اللي كنت يا سيد. لان الشعب التونسي اتضح بالكشف انه شعب البطن وليس شعب الفكر. فما دولة داخل الدولة، موجودة دولة داخل الدولة. اذا ما تلقاش انا قانون باش يطبق على المواطن، وما تلقاش انا قانون باش يطبق على الوزير وعلى الرئيس، وبالتالي هذيك هي دولة الفوضى، ماهيش دولة القانون. انت وقت اللي تمشي لحد الان تلقى شكون يمشي بالسيارة نتاعو بلاش فينيات، وتلقى شكون اللي يوقفوها على الفينيات، شنو معناه؟ هذا شيء واضح بلاش قانون. انت كي تلقى توا شكون يلوح في الزبلة من بو بارتو، وتلقى شكون ما كيف يلوح الزبله يوقفوه. انت تلقى شكون اللي حاطط كشك على التروتوار ما غير رخصه، والاخر باش يعمل يبيع طرف كلاسه وكذا على التروتوار يهزوه. شو معناها الدول باش قانون؟ احنا ماذا بينا القانون يعم الناس الكل سواسيه كاسنان المش، الناس الكل الحزم والصرامه في تطبيق القانون باش يحسنوا من حال البلاد. الصرامه المواطن مش قلنا احنا ماهوش خسيس عقل، راه يعرف اللي القانون صارم وقاعد يتطبق، ويعرف ولا القانون صار وماهوش قاعد يتطبق. الصرامة في الأفواه ولكن مش في الأفعال. المواطن معناتها من اللي نقص، مش حتى اللحام برك نقص عليه، وصل حتى ياخذ خضرة بالكعبة. مش الكل لما أغلبية. ومقدر المعيشية كيما مش ما نقولش تدهورت، طاحت برشا. معناتها نشوف تلفز كمواطن عادية. كاين الحوارات البلاتوات والأحزاب فاتوا 200 حزب. والانجازات ما رينا شيء. يقول القائل الشعب التونسي انتفض في الثوره للمطالبه بالحريه والكرامه والشغل، ما شفنا منهم حتى شيء هذوما بعد الثوره، علاش؟ نورمالمون حالنا يمشي نحو الاحسن مش نحو الاسوء. حتى الرجل غير المناسب في المكان المناسب. وكثره الاحزاب وكثره الناس اللي تحكم. تو كنت تعيط لاي مواطن تساله يقول شنو اللي قاعد يصير في السياسه ما يفهمش. حكومات وراء بعضها، تعاقب وراء بعضها، لا استقرار سياسي، لا استقرار اجتماعي، لا استقرار اقتصادي. ما ثماش حتى انجاز. شنو رايك انت؟ فما برشا قالوا احنا بعد الثوره مشكلتنا ما فماش صرامه في تطبيق القانون، فما فوضى عارمه، معناها فما عباد فوق القانون في البلاد. الفساد استفحل اكثر من اللازم. مش معناتها قبل كنا في جنه، اما توا معناتها ولت بلغه العربيه جهارا بهارا. معناتها في المدن كل، اعطيني دومين في تونس ما فيهوش خلل، ما فيهوش مشاكل. دومين في مشاكل معناتها في فساد. معناتها الكل في كل في الفلاحه، دوله منجه للقمح باش تستورد قمح، مشكلة الايامات على حليب، كل شيء على التشغيل، كل شيء نفس لما نسبه النمو نتاع الناتج الداخلي الخام مش وتيح، نيجاتيف جمله، معناتها ولد سالبه جمله. وتعرف انت اقتصاديا معناتها كل ما تيح نقطه في النمو متى نقص 10,000 مواطن شغل.